السلام عليكم. اجي نعطيك شي حاجه مفيده. عندنا المشكل ديال مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تيك توك. كتبقى غادي غير كتسكرولي، كدوز غير كتسبح، هابط هابط هابط، ما كدي معاك والو. كتخرج بالحصيله خاوي الوفاض، والو ما ديش معاك والو. جوج السوايع، ثلاثه السوايع، وطحان ضرب الليل، ما نعسش بكري، نعاس ما مزيانش. شنو مقابل فيسبوك، انستغرام، واتساب، سميتو، ما كدي معاك والو. فوالا، ما تنقولش انا هاد لي زابليكاسيون ما كتاخذش منهم. لا، كاينين ناس تبارك الله اللي كيستافدوا منهم وتتعلموا منهم لغات، كيتبع مثلا الاخبار، تعرف شنو واقع في العالم، تيشوف شي حوايج، المهم كيستافد كياخذ. ولكن الاغلبيه الساحقه راه ما تياخذ حتى شي حاجه. في فيديو مثلا طلع ليك كليكي تتفرج، هذا يتفرج فيه 20 ثانيه، هذا الفيديو يتفرج ليه 10 ثواني، المهم ها نقرا لي كومونتير ودايس، ما كدي والو. انا المهم غادي نبارطاجي معاك ان شاء الله شي حوايج اللي يقدروا ينفعوك، نتمنى ان شاء الله ينفعوك، انك كيفاش تقدر تغلب، كيفاش انك تبعد منهم، تبعد من فيسبوك وانستغرام وتيك توك الا كانوا تيضروك بطبيعه الحال. الا ما كانوش تيضروك كمل فيهم، ما تنقول لك انا حتى شي حاجه. الا كانوا تيضروك ما كتجني منهم حتى شي فائده، شنو غادي دير؟ ليكون في علمك اول حاجه خصك تعرف هو راه ماشي لو فيت ديال ديزانستالي، مسحو من التليفون، حيدو، هذاك هو الحل. لا لا، ماشي ديك الطريقه. خصك تعرف بانه باش تحيد واحد الحاجه خصك تحط حاجه واحده اخرى في بلاصه. هادشي اللي كاين دابا. الدري الصغير مثلا باش تقول ليه ما تخرجش للزنقه تلعب، راه خصك دير ليه شي حاجه في بلاصه ديك اللعب ديال الزنقه، حتى انت راك في حالو. انت مولف كتجي مثلا بالليل قبل ما تنعس، ولا عندك واحد السويعه، ولا واحد البليصه كتجلس فيها في الشومبر ديالك، ولا في القهوه. هاد الوقت كنجلس كنبقى مقابل فيسبوك وانستغرام وما الى ذلك، ما كندي منه والو. ما غاديش نجي ونحيد لك انا هادوك ونخليك هكاك ونخليك بلاكه واقف. لا، خاصني نحط لك شي حاجه في بلاص، متفقين؟ دونك هادي اول حاجه خصك دير في بالك. الى قدرتي تلقى شي حاجه ديرها في بلاصهم، توظفها في بلاصهم، مثلا رياضه، ولا المهم شي حاجه اللي تقدر بليز او موان انها تخلق لك هذاك المتعه اللي كنت كتلقى في داك الشيء، مزيان سير. الا ما لقيتيش، انا غادي نقترح لك جوج ديال لي زابليكاسيون يقدروا ينفعوك، واخا انت ما مولفينهمش. نديروا نبداو بهادي. هذا تويتر، تويتر كاين الناس اش نقول لك، والله العظيم كنت عارفوا التويتر شنو فيه وشنو تقدر تستافد منه وشحال الحوايج كيدوزوا فيه. والله هادشي يغنيك عن تلقى راسك ضيعتي بزاف الوقت في هذاك فيسبوك وانستغرام، غير تصاور فيديوهات ودايز 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 وما كتاخذ منه والو. تويتر كيعتمد بزاف على لي تيكست ولا لي كومونتير مثلا. يا كيعجبك لي كومونتير، ملي كتدخل يوتيوب كتلقى راسك الفيديو ما كتفرجش فيه وكتهبط تقرا لي كومونتير، ياك؟ ها هو كتلقى مثلا شي حاجه كيهضروا عليها الناس، كتشوف مختلف الاراء ديالهم، كتلقى بزاف الحوايج، كتشوف الناس شنو كيفاش كل واحد كيشوف هذه الحاجه، كيفاش هضر عليها هذا، كيفاش كيجاوب عليها. تبع كره مثلا، انت كتعجبك كره، تبع مثلا كره فيه، تبع فيه اي حاجه بغيتيها، اي حاجه. المهم هو غادي تنقول لك غادي سويتشي لك هذيك العقليه ديالك من تفرج 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 وشوف تصاور الى انك تقرا، وغادي تتعلم هاد الطريقه وغادي تنفعك مزيان. لفيت انك تولي تقرا، ما تبقاش غير غير كتفرج غير كتفرج، يعني الصوره كتحرك، يعني فيديو ولا تصوير، غادي يعلمك تقرا، ولا تعلمت تقرا مزيان غادي تنفعك بزاف الحوايج. وكاينه هاد الثانيه، هي هادي كيسموها قرا واقيلا. هادي حتى هي مثلا الا كنت انت شيمي ولا فيزيك ولا باغي لونغلي ولا شي حاجه، كدير هذاك الشيء اللي بغيتي تتعلم مثلا، وكتلقى الناس كيطرحوا اسئله. مثلا شي واحد عنده عقده في لونغلي ما بغاش مرضات، وكيبدا ويعاود يوقف، يبدا ويعاود يوقف، وبغى يتعلمها، غادي تلقى بزاف الناس طارحين مشاكل وناس كيجاوبوا. واكثر من ذلك كتلقى ناس دي زيكسبير اللي تيهضروا في هادشي، ماشي في حالي انا اتلوح. ماشي ناس عاميين، يعني كيهضر معاك واحد عنده واحد الخبره، واحد اللي يعني داز من هذوك المشاكل وما الى ذلك. اما حنا كنبارطاجيو شي حوايج دازنا منهم. المهم كاين الناس اللي كينفعهم، كاين الناس اللي ما تينفعهمش، هادو تستافد منهم اكثر مني انا واكثر من شي واحد اخر ان شاء الله. هادشي اللي كاين، تهلاو.